جلستنا القادمة ستكون بعنوان الفطنة الريادية للمبدعين. فيها راح نتعرف على منهجية رصينة لنقل موهبتك وأبداعك لعالم التجارة. ممنا ما يبغى في نفس الوقت اللي هو يستمتع فيه في عمله وفي هوايته يدخل له كم قرشين في نفس الوقت. فالجلسة القادمة إن شاء الله راح تتكلم عن كيفية أخذ الإبداع والموهبة وإدخالها في عالم التجارة. متحدثتنا القادمة هي رائدة أعمال ومستشارة هوية شخصية ومختصة بالتسويق الرقمي. بفضل خبرتها ساعدت الكثير من الشركات العالمية على التوسع في أعمالهم في السوق السعودي. رحبوا معنا بالمؤسس والمدير التنفيذي للمجلس السعودي العالمي للأزياء الأستاذة غادة علي. شكرا لأنكم اليوم موجودين معنا، شكرا إثراء على هذا الحدث الأكثر من رائع في عالم الإبداع. أنا أعرف أنه كثير منكم في منكم طلاب جامعة، في منكم موظفين لتخرجوا من أعمالهم، وفي منكم من التعليم. شكرا لأنكم موجودين معنا اليوم. خلوني أخبركم قصة سريعة. أول ما وصلت الخبر كلمت واحدة من صديقاتي، سألتها إيش أفضل كوفي ممكن أروح له في الخبر. قالت لي عددت لي كذا اسم، قلت لها أوكي. أول شيء عملته رحت، كان في لاين طويل تقريبا ممكن 5 دقائق. وقفت في اللاين، I expect the line. وقف وراي أشخاص بعد. في شخص جاء أخذ اللاين يطل الأغراض، أوكي. رجع راوند ثاني ثالث، وبعدين وقف جنب الشخص الأمامي. فأنا توقعت إنه هو صاحبه أو معرفة، بدأوا يتكلمون في موضوع مهم ويتكلمون عن أفضل الأشياء الموجودة وكأنهم يعرفون بعض. هذا اللي أنا توقعته في البداية. انتهينا من اللاين، وصلوا عند طلب الأشياء. في وقتها إيش تتوقعون الشيء اللي صار؟ أوكي، لا، الشيء اللي صار إنه طلعوا ما يعرفون بعض. في نهاية المحادثة سألوا ممكن نتعرف على الاسم، إيش اسمك، إيش كذا. فأنا وقتها أوكي، بغض النظر عن التصرف اللي هو سوى سواء كان صح أو خطأ، هو استخدم حاجة جدا مهمة، استخدم فطنته فإنه يمشي في اللاين، أخذ الصورة بشكل عام، مين ممكن أتكلم، إيش ممكن أطلب، إيش ممكن أعمل، بعدين قرر. فهذه بغض النظر عن الشيء اللي صار إذا كان صح أو خطأ، بس هو استخدم فطنة ما عشان يوصل لحاجة هو يبغاها، وهو فعلاً وصل. بس always respect the line. so اليوم راح نتكلم عن حاجة جداً مهمة اللي هي الفطنة الريادية في مجال الأعمال. راح نتكلم عن مفهوم الفطنة الريادية، المفهوم العام للإبداع، وأكيد إحنا في إثراء أكيد راح نجيب سيرة الإبداع كثير. الفطنة الريادية في بناء العلاقات، وهذا شيء جداً أنا استفدت منه في حياتي، راح أشارككم بعض من الأسرار اللي فادتني في مجال عملي، وأيضاً المهارات التي يحتاج لها المبدعون للنجاح. الفطنة الريادية في وقت الأزمات أعتقد أهم شيء ممكن نتكلم عنه بعد 2020، وبعدين راح نتحول الأسئلة والأجوبة. طيب، هل إحنا مستعدين فعلاً لتشكيل مستقبلنا سواء العملي المهني كطلاب؟ دائماً نسأل أنفسنا إذا في أحد إحنا يعني هو الشخص هذا ملهمنا في الحياة، بنسأل أنفسنا هذا الشخص إيش في ميزة إحنا ما هي عندنا. هل هو ولد مبدع؟ هل هو ولد مبتكر؟ هل هو ولد عارف في مجال عمله؟ هل هو اكتسب خبرة، درس شيء معين؟ إجابة طبعاً لا، كلنا قادرين أن نسوي هذه الأشياء إن شاء الله. فقط هو اتخذ قرار جداً بسيط، أنه take risk، اتخذ قرار أنه يأخذ مخاطرة في حياته، يجرب أشياء جديدة، يتعلم، يفشل ويخطئ ويصيب في النهاية. طبعاً مفهوم الفطنة الريادية بشكل عام، الفطنة الريادية زي ما قلت هي مزيج من المعرفة والمهارات من خلال الخبرة، رؤية الصورة بشكل عام، كسب المعلومات، ثقة لاتخاذ قرارات مستنيرة في الحياة. لازم يكون عندنا الكونفيدنس إن إحنا نجرب الأشياء
والفشل أبداً أبداً ما هو عيب. أنا والله ثم الفشل ما كان أنا معكم اليوم، ما كان أنا كنت متحدثة ومحاضرة في جامعة زغرب في واحد من أهم المؤتمرات الدولية في مجال الاقتصاد، ما كنت تحدث في جامعة الأمير يونيفرسيتي في دبي عن ريادة الأعمال، ما كنت شاركت مقالاتي في أهم المجلات اللي تخص الريتيل والإيكوميرس إندستري، تعاملت مع أهم شركات الرائدة في مجال الأعمال. الفشل أبداً ما هو عيب. طيب الفطنة الريادية بشكل عام تجي معلومات، اللي هي معلومات اللي تكون أنت في الجهة اللي أنت تعمل فيها أو الجهة اللي أنت تبغى تعمل فيها أو أيضاً في عملك بشكل عام، سواء كانت معلومات لها علاقة بالفاينس، سواء المعلومات لها مختلفة جداً عن اللي أنت تعرفه، معلومات عامة لما تروح ميتنج معين تقدر تشاركها مع الموجودين معك. طيب المهارات اللي هي السكيلز، المهارات المهمة جداً هي كيف أنت يكون عندك self awareness، يكون عندك وعي ذاتي، وعي بالstakeholders بأصحاب المصلحة اللي أنت تتعامل معهم، تقدم لهم الحلول. هم في النهاية يبغون منك solution، يبغون منك حل، عندهم مشكلة معينة. ما في شركة ما تواجه مشكلة، ما في organization ما عندها مشكلة، كل big organization عندهم مشاكل، بس أنت عندك شيء مميز، عندك حل، دائما عندك حل. فخلي نقطة الحل إنه هو out think out of the box، تفكر بطريقة إبداعية، هذا هو الشيء الرائع فيك. طيب القدرات، في واحدة من أهم الأبيليتيز لازم تكون موجودة عندك اللي هي leading with misunderstanding، كيف أنت تقدر تتعامل مع الفهم الخطأ أو التباس في مجال العمل. أكيد الكل حضر اجتماعات وطلع منها وهو هم فهموني صح؟ لا لا أكيد فهموني غلط، لا 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 أنا ما كنت أقصد كذا، لا شيء أنا عديت فيه شخصيا. فأنت توضح، يكون عندك فجن واضحة، رؤية واضحة، كيف تقدر توضحها للناس الموجودين في الاجتماع. هذه لها علاقة بالconfidence الداخلية. كم منا حضر اجتماع وطلع وهو يقول أنا عندي brilliant idea بس أنا ما قدرت أقولها؟ أكيد الكل. الideas لازم لما تتشكل تتشكل بطريقة إنك أنت تقدر تقولها، ما تحس إن أنت خائف متوتر أو ما تقدر تقولها مع الناس. أنت عندك brilliant idea تقدر تشاركها. وأنا هنا عندي سؤال للجهة التعليمية، أنا كنت طالبة وفي خلال فترة دراستي كان عندي طموح وأهداف وشغف عجيب للتعلم. عندنا كان مشكلة إنه يكون كل يومنا ينقضي بواجبات، بس ما عندنا شيء له علاقة بالكوميونيتي، بالكوميونيكيشن، بهذه الأمور اللي تساعدنا مستقبل المجال العملي. فمن وجهة نظركم كخبراء في هذا الموضوع، شو الشيء اللي ممكن أساتذة الجامعة أو أساتذة المدارس يطرحونه؟ مايكروفون بليز. سمير البشيري من مكتب التعليم بالظهران. الحقيقة وزارة التعليم أضافت لطلابنا منهجين، وهي من أهم المناهج الآن اللي تعالج المشكلة اللي قلتيها. المنهج الأول اسمه مهارات حياتية، يدرسها الطالب الآن من صف أول ابتدائي إلى صف أول متوسط، ويتكلم عن أشياء كثيرة لها علاقة في المجتمع، مثل الاقتصاد، مثل مواجهة الناس، مثل اتخاذ القرار، مثل ميزانية الطفل كيف يصرفها، مثل لبسه، مثل أناقته، مثل أكله الصحي. فمنهج كامل يدرسه الطالب. اثنين، أيضا في منهج جدا يتدرب عليه المعلمين الآن عشان يقدمونه للطلاب، هو منهج التفكير الناقد. التفكير الناقد كيف يحلل الأمور الطالب، منهج كامل تدربوا عليه المشرفين، بيدربون المعلمين، المعلمين بيدربون الطلاب. سابقا انا اتوقع انه كانت المهاره عند المعلم هي اللي السبب الرئيسي في ايصال هذه الامور للطالب حسب جهده الشخصي واجتهاده واهتمامه فقط. الان لا، صار في مناهج خاصه الحمد لله، وهذه راح تنتج لنا طلاب عندهم وعي في علاقاتهم في افكارهم القادمه باذن الله. ان شاء الله. شكرا. ينفع ارجع طالبه؟ اي حاضرين. لا شكرا.
طيب راح أتكلم عن حاجة ثانية مهمة. شيء أنا دائما بقوله حتى في البودكاست، الناس اللي بستضيفهم دائما يشجعون هذا الموضوع، منهم ديبي ستانفورد الرئيسة التنفيذية السابقة لنوفو سينما، أسيل عطار الرئيسة التنفيذية السابقة لداماس جولز، الأميرة نور الفيصل مؤسسة أضلال. دائما الشيء اللي أنشره يقول لكل الأنتربرنور، لكل المبدعين، لكل الناس اللي عندهم طموح، حاولوا انكم ما تستسلمون. في مصاعب في الحياه كثير، في تشالنجز، انا عديت بمئات التشالنجز، لو بتكلم عنها بتخلص اليوم وبكره وبعد وبعد. فدائما ذكروا انفسكم باصعب الاشياء في الحياه اللي احنا تغلبنا عليها، دائما ذكروا انفسكم انه احنا نقدر، we can do amazing thing في حياتنا، لانه احنا فعليا مستعدين ان نشكل مستقبلنا، هذا الشيء ما يمنعنا. الاخفاق، الفشل بالنسبه لي هو دليل النجاح. الشخص اللي ما فشل في حياته ما راح يعرف ينجح، الشخص اللي ما عدى بصعوبات ما راح يعرف معنى الاتشيفمنت، معنى الانجازات في الحياه. فهذا هو الشيء المهم دائما. خليني اقول لكم شغله مهمه، دائما ابتعدوا عن الكومفورت زون. دائما سالت واحده قبل ما نجي كنا نتكلم، كانت بتقول لي تعرفين انه الببليك سبيكينج او التحدث امام الجمهور هو واحد من ثاني اكبر المخاوف بعد الوفاه؟ قلت لها صح، انا اليوم موجوده لاني قررت اني انا اطلع برا الكومفورت زون، ووجدت في اماكن كثيره لاني اتخذت قرار اني انا ما اكون في الكومفورت زون حقي. الكومفورت زون اكون اشتغل على اللابتوب ديلينج وذ ميتينج انتهينا. لا، انا اليوم شيرينج نوليدج انفورميشن، احب جدا اني اشارك المعرفه، شغوفه باني اشارك المعرفه والخبره، احب الناس تتعلم حاجه مهمه وانا اتعلم منهم. انا لما اسمع قصص ناس، في كثير يعلموني، في كثير يقول لي لا في اشياء في الحياه ثانيه مختلفة نقدر نواجهها، وأنا شخصياً أتعلم منهم كثير. طبعاً أراء الآخرين في الفطنة الريادية حاجة دائماً نسمعها، لأنه الواحد لما يكون ريادي أعمال أو يكون شخص يفكر خارج الصندوق، يفكر في مكان بعيد عن بقية الناس اللي يفكرون فيه، أكيد أنتم مرت عليكم دائماً يقولون له أنت فاشل، رأي الآخرين ممكن يأثر فيه، كان غيرك أشطر. هذه الكلمة قالت لي كثير، ومن ناس مقربين كان غيري أشطر. يس، كان غيري أشطر أنه يشارك في أعظم الأشياء اللي صارت. يس، كان غيري أشطر، بس أنا سويتها الحمد لله. سو قلة الخبرة، الوقت، كيف، هذه أشياء نتغلب عليها في الوقت اللي إحنا نتخذ قرار أنه نفكر. في الوقت اللي إحنا نتخذ قرار إحنا نبغى نكون ناس مستعدين أن نشكل مستقبلنا، ما إحنا مستنين أحد ثاني هو اللي يدفع عجلة التغيير في حياتنا. إحنا قادرين لدفع هذه العجلة، عندنا القدرة، عندنا المقدرة، نحتاج شوية مهارات، تعليم، experience، وناخذها. لازم تحيط نفسك بناس إيجابيين شوي، ترى الإيجابية تأثر، الإيجابية هي mindset، طريقة تفكير. لما أنت تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين وقتها راح يتغير أشياء كثير في حياتك، راح يقول لك you can you can you can always you can. طيب راح نتكلم عن مفهوم العام للإبداع. طيب الإبداع هو القدرة على تجاوز طرق التفكير التقليدية، تطوير الأفكار والأساليب إلى طرق جديدة ومبتكرة، ويصنف أيضا بعملية تحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة واقعة. يتميز الإبداع بالقدرة على الإدراك العام بطرق جديدة، وإيجاد أنماط خفية، وإقامة روابط بين الظواهر التي تبدو غير مرتبطة والتي تريد الحلول للمشكلة. لو الموقف اللي صار، القصة اللي حكيتكم عنها في البداية، صار لإنسان عادي ما تعود على فكرة ريادة الأعمال أو تعود على فكرة التفكير الإبداعي أو هذه الأمور، كان ممكن يقول هو ليش عمل كذا ويسوي مشكلة ويقلب الدنيا، ليش هذا هو اللي صار. أنا من وجهة نظري الشخصية اعتبرت الأمر خطأ اللي صار، بس هو كمان ذكي. أنا بالنسبة لي بغض النظر عن اللي صار صح أو خطأ، يعني هو استخدم ذكاؤه في طريقة مختلفة، هي طريقة خاطئة يعني بس مختلفة. طب الفتنة الريادية في مجال بناء العلاقات، هذا شيء جد 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 مهم بالنسبة لي. أنا من أكثر الأماكن بعد توفيق الله اللي حسيت أنه قدرت أوصل رسالة بنوع ما، أحصل على اللي أبغاه بطريقة ممتازة ومبتكرة، كان اللينكدين. أنا بدأت في اللينكدين تقريبا، سويت لي بروفايل في نهاية عام 2018 تحت 2019. ما كان غرضي أبدا أني أصير بروفيشنال على اللينكدين أبدا، لأني أنا ماني من الناس اللي كنت يحبون يتكلمون كثير عن الأتشيفمنت وإنجازاتهم وإيش عملوا وإيش، لا كنت كذا behind the scene، لا ما خلاص أنا أهم شيء إنه I do what I have to do. عملت البروفايل، كنت راح أتكلم عن حاجة مهمة، كنت بسأل
سؤال عام، إنه أنا محتاجة شخص في التصوير في المونتاج، حابة أعمل حاجة معينة. تركت الأكاونت 2019، لا بديت إنه والله أشتغل بطريقة أكثر، أكتب أعمل بوست، أدور أنا عن الناس اللي فعلا يشاركوني نفس العقلية، أدور كمان عن الناس اللي في مجال عملي سواء في الفاشن إندستري في الريتيل إندستري في هذه الأمور. 2020 لما حصلت البانديميك طبعا صرت لا أقول لكم أكتب بزيادة. الحمد لله في وقت البانديميك أغلب الأعمال اللي كنت أعملها كانت عملاء جدد بالنسبة لي، لأنه وقت البانديميك إحنا ما عندنا نتوركينج إيفنت، ما عندنا مكان نروح له، ما عندنا غير البيت. فأغلب العملاء الجدد وشركات عالمية مهمة كانت عن طريق اللينكدين، فكان جدا نقلة نوعية في حياتي. وأحب الناس جدا لما تقول لي غدي أنتي إنسبايرس على موضوع اللينكدين، حمستينا في أهم الليدرز اللي أنا قد قابلتهم، غدي إنسبايرس تو ستارت بودكاست مثلا، منهم أسيل على الطار قالت لي غدي والله أنتي مرة حمستيني أني أبدأ موضوع البودكاست. شيء حلو، شيء إيجابي. طيب كلنا قادرين ندخل لينكدين؟ يس. طب إيش محتاجين؟ إيش محتاجين من السكيلز اللي تكون مهارات عندنا عشان نتعامل أو نركز بشكل محدد على الناس اللي إحنا فعلا نبغى نتعامل معهم في المستقبل؟ أول شيء كيف نكتشف أنفسنا؟ كيف نعرف عنها؟ إيش لازم نكتب؟ واحدة من أكبر الأغلاط اللي أشوف الناس دائماً يقعون فيها لما يكتبون عن هواياتهم بشكل مكثف. لا تناقش هواياتك كثير، هواياتك ناقشها مرة في الشهر بس مو كل يوم، لأنه أنا كعميل هواياتك ما تعني لي، أنا يعني لي أنت كيف تقدر تساعدني، أنا يعني لي أنت كيف تقدر توصل المعلومة بطريقة ما. هذا هو الجزء الأساسي اللي أنا أحتاجه. أنت تحب تركب خيل، أنت تحب تروح بيكنيك، هذا الشيء أنا ما يعني لي. طيب كيف نتحكم في صورتنا ونطورها؟ التحكم في الصورة والتطوير يحتاج أول شيء نعرف البيربس حقنا، الهدف. إحنا ليش موجودين؟ إحنا ليش موجودين اليوم؟ أنا عن نفسي موجودة اليوم have fun، أنبسط معاكم، أشارك تجربتي، أسمع لتجاربكم، أسمع لآرائكم، نطلع بهدف جميل جدا. أنا ما أحب الموضوع لما يكون ستريس ولا I can، لا لا لا، أنا أحب دائما أنه have fun، ننبسط، لأنه life is short، الحياة مرة قصيرة. تعلمنا هذا الشيء يمكن أكثر بعد 2020، ما له داعي نكون over stress بزيادة، الحياة ما مستاهل هذا الشيء. طيب وضع خطة تواصل مثمرة، هذا الشيء جدا مهم لما نحب نتواصل مع الجمهور. وضع خطة تواصل معناته أنا اليوم راح أكتب بوست عن كذا، الأسبوع الجاي عن كذا، لا، وضع خطة التواصل معناته أنا من الأشخاص اللي أنا كلامي يتوجه لهم، أنا إيش أبغى؟ أنا أبغى كلاين جديدة، ما راح أكتب أنا أبغى كلاين جديدة، راح أكتب أنا كيف أقدر أساعد الشركات، راح أتكلم عن achievement. أنا مثلاً حاسة أنه أنا أبغى أستضيف ناس مهمة في البودكاست، أكتب عن البودكاست، عن خطته، عن هدفه، وبعدها أقدر أتواصل مع الناس بطريقة إبداعية. الكثير يسألني طب كيف مثلاً نجحتي في 1 2 3، كيف قدرتي توصلي لهذا الشيء؟ توفيق الله نمبر 1 أكيد، بس كيف نقدر ننجح؟ تفكير إبداعي، فطنة، لازم يكون عندك فطنة معينة عشان تقدر تتعامل مع متغيرات العصر، خصوصا بعد 2020. أنا سألت سؤال في البداية كيف نقدر نواجه الأزمة، وكان سؤال من واحدة من الشركات الاستشارية، قلت لهم هذا الوقت مو هو الوقت إنه إحنا نسأل عن حلول، لأنه ما في، أو نسأل متى رح ننتهي، متى رح نخلص، متى رح ترجع الحياة لطبيعتها، ما في أحد عنده إجابة، ولا كان في أحد أصلا عنده إجابة. الشيء الحل الوحيد اللي كنا نقدر نسويه إن نفكر out of the box، إن نقدر adopt new technology في الحياة حقتنا، نتبنى تقنيات جديدة في حياتنا. أنا واحدة من الناس اللي ما كنت مرة أكتف على السوشيال ميديا، صرت أكتف بعدها. سوينا الديجيتال فاشن ديجيتال نتوركينج دايز، استضفت شخصيات جدا مهمة، صرت أكتف مرة على السوشيال ميديا. طيب مشاركه رؤيتك وشغفك مع الآخرين هذا شيء جدا مهم، كن مستعد لاكتشاف الفرص بعد ما أنت تسوي هذه الأشياء، خليك مستعد لاكتشاف الفرص. كلمة دائما أقولها، لا تجري وراء الفرصة أو لا تجري وراء الشيء اللي أنت تبغاه، لأنه ممكن أنت تستحق أكثر منه. يعني لا تحط قدامك لا أنا أبغى هذا، طب ممكن أنت تستحق أكثر منه. تعامل مع الحياة بنوع أنك تكون ستريس كذا، لا خفف الستريس، ركز، لأنه أنت طول ما أنت ليفل الستريس عندك عالي ما راح تقدر تشوف الفرص اللي راح تكون في طريقك، لأنه هدفك بعيد وأنت مخطط توصل له. طيب في فرص قدامك، خذها واحدة واحدة وراح توصل اللي تبغاه إن شاء الله. طيب
هذه أهداف، الهدف الأول والثاني والثالث أتمنى أنه ما حد يطلع اليوم إن شاء الله لو هو كاتب شوية أهداف، وأنا راح أكتب معكم أهدافي بعد 22 إن شاء الله. طيب المهارات التي يحتاج لها المبدعون راح أحاول أختصر قد ما أقدر. أول شيء سواء شخص في حياته الفريش جراد يعني تو متخرج حابب يبدأ شيء معين أو حابب أنه يكون يتواصل مع أشخاص معينة، طيب أول شيء لازم أنت تفهم وتدرس السوق اللي أنت تتعامل معه أو اللي أنت تطمح أنك تتعامل معه. طبعاً ثاني شيء تبني شبكة تواصل مثمرة زي ما قلنا. التواصل الفعال مع العملاء شيء أساسي جداً. في أحد الريتيل بيبول ماجازين لما سألوني إيش هو تصورك للسوق أو نظرتك للسوق كإكسبرت بعد 2020 بعد 5 سنوات من الآن، قلت لهم شيء واحد، صعب جداً بعد 2020 أن الإنسان يتوقع الأشياء اللي ممكن تحصل، لكن أنا أصنف تجربة السوق بشكل عام في 5 أشياء مهمة، منها الشفافية، الترانسبرنسي، الإيموشن، الإكسبيرينس، الكرياتيفيتي والسمبلسيتي، البساطة والتسوق، يعني النوع من أنواع العاطفة في التسوق أو في تجربة التسوق عشان تثريها تجربة العميل بشكل عام، عشان التجربة هي اللي تخليك تعرف الجاب بين البراند حقتك أو الخدمة اللي أنت بتقدمها وبين الكاستمر أو يور كلاينت، فتسوي تجربة جدا رائعة جدا بسيطة، تتحدث فيها عن أشياء رائعة، تقول للعميل أنت إيش ممكن تعطي تجربة، إيش هي الإكسبيرينس اللي أنت ممكن تعطيها له، سواء كنت براند سواء كنت شركة سواء أي من كان تحتاجون لتجربة العميل بشكل عام. طيب تعاون بشكل أكثر فعالية، بناء الهوية الشخصية شيء ذكرناه، طور المهارات الريادية، تفكير خارج الصندوق، لا تخف من الفشل، الفشل بداية النجاح. طيب الفطنة الريادية في وقت الأزمات، أعتقد ما في أفضل من 2020 عشان نجيب سيرة الفطنة الريادية في وقت الأزمات، ما راح أقول لكم في عام 1800 لا ما يحتاج، خلاص 2020 اختصر الموضوع. سو 2020 كان عام جدا مو سهل علينا، many business لقوا أنفسهم في challenging situation، طيب كيف الحل، كيف ممكن يخرجون؟ قلت سابقا التوقف عن البحث عن أجوبة لأنه ما في أحد كان يعرف الجواب، والبحث عن طرق فعالة للخروج من ظل الأزمة، سواء adopt new technology، سواء التواصل الفعال والtransparency communication مع العميل جدا كان مهم، هذه أشياء كانت جدا مهمة في وقت الأزمة. طيب عشان ضيق الوقت أنا أعتذر، سو راح نطلع على طول الأسئلة. شكرا جزيلا للأستاذة غادية علي، صراحة كانت جلسة ملهمة بالنسبة لي أنا، لأنه خلينا نتكلم صراحة شوية، عادة من يملكون الحس الإبداعي ويدخلون في عالم ريادة الأعمال، عادة ريادة الأعمال لها نسق معين، يعني لها طبيعة معينة ورتم معين، تجيب فكرة مثلا تقول له يعني جالس مع مديرك وفجأة تطرح عليه فكرة حلوة، بالله يسوي لي عليها تقرير، وكل مرة تطرح فكرة يو اون ذا بروجكت، يقول لك طيب هذه أنا بس حبيت أحط فكرة ومعناته اني اطبق كل شيء، وعادة هذه تكون في الكوبريشن بشكل كبير جدا. فسؤالي لك يعني كيف نقدر كعقليات مبدعه عندهم افكار خارجه عن الصندوق نطلع من هذا النسق ونحاول نقنع اللي بسميهم العقول المربعه؟ طيب انا راح اعطيك تجربه شخصيه، مو سهل جدا الاقناع لهذه النوعيه لانه هذه دائما تكون تحب تفكر داخل الصندوق وليس خارج الصندوق، ما تفهم فكره انه في بروسس، في مراحل يمر فيها العمل، جبت الفكره اليوم نفذها اليوم، لا الفكره تحتاج، انا عندي 5 اساسيات دائما بقولها لماي كلاينت، 5D strategy، اول شيء discuss، develop، أول شيء discover، إحنا نكتشف الشيء الفكرة مع بعض، بعدين discuss نناقشها، بعدين develop نطورها، بعدين deliver اللي هو إحنا كيف نوصل هذه الفكرة. فالإيصال ترى عملية تعتبر في آخر العمليات، أول شيء إحنا لازم نتناقش، الفكرة ممكن تأخذ 6 شهور إلى سنة إلين ما تطبق على أرض الواقع. تكون نضجت تقصدين؟ نضجت، لأنه في process، الفكرة تنولد شيء بسيط، كيف يكبر؟ مع البروسيس اللي تمر فيه. جميل. مع البرينستورمينج اللي تمر فيه بشكل عام. جميل جميل جدا. أي سؤال أو استفسار من الجمهور؟ ترى علامة إن ما في سؤال أو استفسار إنهم فاهمين كل شيء،
يا أنه أنتوا تحددوني يعني أنا ما راح أحدد يلا. لا لا أتوقع أنه بالعكس الجميع وصلت الرسالة بشكل كبير جدا، خاصة طبعا غالب اللي يعيشون المبدعين صراحة في أغلب القطاعات اللي نواجهها حاليا عادة يستقلون، يعني ما يكون في قطاع يعني عتى عليه الزمان، يستقل يمكن في قطاع خاص عشان يقدر هو يبدع مع التيم اللي عنده. إيه؟ ولكن مثل ما احنا عارفين الأكثر تأثيرا اللي هو القطاعات ممكن كبيرة، لكن الحمد لله بالفترة الأخيرة نشوف القطاعات المعروفة من الهيئات مثلا عندنا صارت يعني تحذو نهج مثلا الانوفيشن سنترز مراكز الابتكار لمعالجة بعض المشاكل التقليدية اللي موجودة، ولكن بأساليب أتوقع. خليني أقول لك معلومة مهمة. فضل. بعد الفترة الصعبة اللي عدينا فيها عندي شيء واحد دائما بقوله، الكرياتيفيتي والانوفيشن هي محركان أساسيان لبناء الاقتصاد العالمي للفترات الجاية، فلو ما استثمرنا فيها واستثمرنا في أنفسنا وطورنا هذه المهارة ما راح نوصل لشيء. صحيح. أي سؤال أو استفسار تفضلي. في عز البانديميك أنا بديت بزنس، أوكي، وكان تحدي بيني وبين أمي، قالت هي لك جائزة إذا قدرتي تكبرين البزنس. قلت أوكي يلا زهقة أنا بسوي البزنس، قلت بس بشرط. قلت إيش الشرط؟ قلت بيكون على دول العالم، ما راح أخليه بس في السعودية أو في الخليج. حطت لك تشالنج يعني؟ أيوة حطت لي تشالنج، قلت يلا go ahead وسويتها، والحمد لله over 200 countries they got my stuff. بس التشالنج كان العملاء، يوم تكلمت عن العلاقات كان فعلا ما عرفت أتعامل مع العملاء سواء بالإيميلات سواء بالرقم، طريقة الردود المناسبة لهم، كيف أمتص غضبهم. شوفي التعامل مع العملاء أنا أسميه السهل الممتنع، هو شيء سهل بس في نفس الوقت صعب. التعامل مع العملاء يحتاج شفافية، يحتاج تواصل فعال، بمعنى أنه مثلاً أنت على السوشيال ميديا فور اكزامبل على الانستغرام ولا على الإيميل بتتواصل معهم على حسب الطريقة، حاولي دائماً يكون تصنعين لهم اكسبيرينس مميزة، تجربة مميزة. قولي لهم نعتذر أنه طبعاً الكل في فترة البانديميك كان صعب أنه التوصيل مثلاً يوصل في نفس الوقت، فحاولي أن الغضب يتحول إلى علاقة ولاء. هذا دائما اللي أقوله للبراندز، حاولوا دائما يكون في علاقة ولاء، لأنه أنت لما تكسب عميل لليوم أنت تكسبه لسنين جاية قدام. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذة غدي علي، صراحة المعلومات الثرية، وأنا أخذت منك يعني معلومة. أنت قلتي الفشل أبدا ما هو عيب، وأتوقع هذا لو ترسخ راح نبني فشل على فشل وآخره إن شاء الله نجاح. نجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا إثراء على الدعوة الكريمة. شكرا لكم جميعا. شكرا. شكرا غدير. يعطيكم العافية.